وجد ما في شوط حساس بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل التحديات، هنا انطلاقة الشوط السادس. فئة القعدان أسير إلى المقدمة، أسير إلى الصدارة مع المركز الأول، مع سراب سالم بن سلطان عجيل الكتبي. المركز الثاني مع الوسمي عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثالث من القادم، نتابع ونشوف القادم. هنالك غزيلان احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. هون القدوم ايضا مع متعب خليفه بن سلطان بن سالم بالرزي. نسير، الأسماء قادمة والشعارات قادمة والتحديات مستمرة. وأيضا هنا أدهم عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. وأيضا ياهي منافسة، ياهو تشوط شوطنا السادس، فئة القعدان ياهي منافسة. أسير إلى المقدمة، أسير إلى الصدارة معاك يا سراب سالم بن سلطان بن جيل الكتبي. يا سلام يا ابو سلطان، يا سلام يا سلام يا راعي سراب. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ياهو يا ماذا تقدم لنا يا ابو سلطان، ماذا تقدم لنا يا ابو سلطان؟ شوف بلا منافس يغرد في الصدارة. ويا سلام ابناء الرفاده في الهباب ياخذون السلامات الى الرفاده. هنالك تهانينا والناموس يا سالم يا ابو سلطان بن عجيل الكتبي. يا سلام يا ابو سلطان. المركز الثاني مع براق بن مهير بن بليش الكتبي. المركز الثالث غزيلان احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. مشكور يا ابو سلطان على هذا الاداء. دقيقتين و11 ثانيه، 81 جزء من الثانيه. الناموس يا ابو سلطان.